نطلع نشوف نجوم ايضا، مش محتاجين لاي كلام. النجمه الكبيره جيانا فاروق والطفله المعجزه اللي هي يعني تصدرت التصنيف العالمي 19 وهي عمرها 14 سنه، التصنيف العالمي تحت 19 سنه هنا جوده، والحصول على جائزه فاطمه بنت مبارك لرياضه المراه. هنطلع نشوف اللقاء ده ونطلع فاصل، وانتظرونا بعد الفاصل. رحمه احمد عبد الرزاق لاعبه رفع الاثقال من جمهوريه مصر العربيه. روضة السركال لاعبة الشطرنج من دولة الإمارات العربية المتحدة. وهنا أيمن جودة لاعبة تنس الطاولة من جمهورية مصر العربية. والفائزة هي هنا أيمن جودة من جمهورية مصر العربية. مبروك هنا. هنا تفضلي للتتويج. مبروك لهنا، وايضا نشكر سعادة ناعم المنصوري وامل العفيفي اعضاء مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية على تفضلهما بالمشاركة في تتويج الفائزات بجوائز الفئة الأولى إلى فئة أفضل امرأة رياضية عربية. المرشحات الثلاث من جمهورية مصر العربية: بسنت محمد حميدة، جيانا فاروق محمد، وهداية ملاك. والفائزة بجائزة أفضل امرأة رياضية عربية هي جيانا فاروق محمود. رياضية عربية.